بعد أن تمت معالجة كل الاختلالات لمصنع الرخام ببلدية فلفلة، والذي يحتوي على 7 أنواع من أفضل الرخام في العالم، قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن الأهداف المسطرة من خلال تلبية حاجية السوق الوطنية ثم المرور إلى مرحلة التصدير قد تحققت. أما المرحلة القادمة فينبغي فيها أن يتم استغلال المعادن الثمينة الموجودة بتراب الولاية. الهدف نتاعنا من إن شاء الله 3 سنين وربع سنين نحبسوا الاستيراد نتاع الرخام. نتكلم على مواد أخرى، معادن أخرى اللي موجودة في الولاية. النيكل، قليل اللي يعرفوا بلي كاين النيكل في هذه، كاين ديزانديس، كاين كوبالت، كاين الفضة، كاين الرصاص، كاين الزنق. نقول لكم حتى كاين الذهب. هنا ديزانديس دور في الولاية. وراح نشجع، عندنا لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين ومع المستثمرين، نشجعهم يروحوا لاستكشاف نتاع هذه المعادن. وطنيا ايضا تمنى السيد الوزير الحركيه الاستثماريه التي يعرفها قطاع الصناعه والمناجم والوتبه الانتاجيه التي انعكست على عمليات التصدير. 2018 فيما يخص الحديد صدرنا حوالي 70 مليون طن من الحجار، رغم المشاكل تاعها للصعوبات اللي عرفتها في سنه 2018. السنه راح نوصل ان شاء الله الى تقريب 300 مليون دولار تصدير تاع المواد تاع الحديد والصلب. ومن البعض سنوات اكيد نوصل الى تقريب مليار دولار فيما يخص تصدير الحديد والصلب. وأثناء زيارته للعديد من الوحدات الاستثمارية أكد السيد يوسف يوسفي على ضرورة إزالة كل العقبات التي يعاني منها بعض المستثمرين.